السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي تلاميذ تلميذات الصف الثاني الابتدائي اهلا بكم في قناه سنتر الرؤى النهارده هنشرح مع بعض الدرس 12 من منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الدرس 12 استراتيجية العد للجمع والطرح هنا يا أولاد جبنا خمسة زائد ستة يساوي حداشر يبقى خمسة زائد ستة يساوي هنحلها الزاد يا أولاد عوض لجمع العددين خمسة زائد ستة نتبع الآتي أول حاجة يا أولاد نبدأ بالعدد الأكبر اللي هو مين يا أولاد الستة وبعد كده نعد للأمام خمسة فنصل إلى العدد حداشر، يعني نقول ستة ونقول بعد الستة كام يا أولاد سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر. كده إحنا إيه عدينا خمسة وصلنا للعدد حداشر. يبقى نجمع يبقى لجمع العددين خمسة زائد ستة نتبع الآتي أول حاجة نبدأ بالعدد الأكبر اللي هو الستة وبعد كده نعد للأمام يا أولاد خمسة. فنصل إلى العدد 11 ويمكن استخدام أصابعنا في العد طيب نيجي عايزين نطرح يا ولاد كام 11 ناقص 5 يساوي 6 هنحلها ازاي قال لك لطرح العددين 11 ناقص 5 نتبع الآتي نبدأ بالعدد الصغير يا ولاد نبدأ بالعدد الصغير اللي هو مين اللي هو الخمسة وبعد كده نعد من بعده للأمام حتى نصل العدد حداشر يعني نقول بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر كده احنا خدنا كم صوبع خدنا ستة يبقى حداشر ناقص خمسة ستة يعني نبدأ في الطرح يا ولاد نبدأ بالعدد الأصغر وبعد ما نبدأ بالعدد الأصغر نعده لحد ما نوصل للعدد الكبير اللي هو الحداشر وبعد كده نعده أصابعنا خدنا كم هنلاقي خدنا من أصابعنا ستة يبقى 11 ناقص خمسة الباقي ستة يبقى عندنا في حالة الجمع نبدأ بالعدد الكبير ونعد للأمام وفي حالة الطرح نبدأ بالعدد الصغير ونعد برضو للأمام لحد ما نوصل للعدد الكبير وهنفهم أكتر لما نحل مع بعض الأنشطة نشاط واحد حل كل من مسائل الجمع التالية باستخدام العد فهنا يا جيبنا أربعة زائد حداشر، طب إحنا كنا نبدأ بالعادي الكبير ونعد للأمام، فنقول حداشر وبعد كده نعد أربعة على الحداشر، بعد الحداشر، اتناشر، تلتاشر أربعتاشر، خمستاشر، يبقى أربعة زائد حداشر، خمستاشر، نكتب هنا خمستاشر، رقم ب. 8 زائد 5 يبقى يعني نبدا بالرقم الكبير اللي هو 8 وبعد كده يا اولاد نعد 5 على ال 8 فنقول بعد ال 8 9 10 11 12 13 نكتب هنا يا اولاد 13 طب بعد كده عندنا 7 زائد 2 طبعا نبدا بالعاد الكبير اللي هو السبعه ونعد على 2 فنقول بعد 7 ثمانيه تسعه يبقى سبعة زائد اتنين تسعة. طب رقم د تلتاشر زائد تلاتة هنبدأ يعني بالعادي الكبير تلتاشر ونعد عليه تلاتة فنقول بعد التلتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر نكتب هنا يا ولاد ستاشر. طب نيجي نشاط اتنين بيقولك لك حل كل من مسائل الطرح التالية باستخدام العد. طب هنا يا ولاد عندنا اتناشر ناقص تلاتة 12 ناقص 3 يا اولاد نبدا بالعدد الصغير العدد الصغير كام يا اولاد 3 فنقول بعد ال 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده احنا خدنا كام صابع خدنا 9 يبقى 12 ناقص 3 9 طب نيجي بعد كده يا اولاد رقم ب 9 ناقص 2 يبقى نبدا بالصغير الاثنين فنقول بعد الاثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وقفنا عند التسعة ونوقف وبعد كده نعد صوابعنا، علقوا إحنا خدنا كام صوبع من إيدينا؟ خدنا سبعة يبقى تسعة ناقص اتنين سبعة. طب المسألة بعد كده اولاد ولاد تلتاشر ناقص خمسة، هنبدأ بالصغير اللي هو الخمسة ونعد عليه لحد ما نوصل للتلتاشر، فنقولوا بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. 11 12 13 كده خدنا كم صابع من ايدينا يا اولاد خدنا 8 يبقى 13 ناقص 5 8 طبعا نيجي رقم مساله رقم د 19 ناقص 6 نبدا بال6 يا اولاد ونعد لحد ما نوصل لل19 فنقولوا بعد ال6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يبقى كده خدنا عشرة، نكمل تاني بعد 16 عشر، سبعة عشر، عشر. كده إحنا خدنا كام يا أولاد خدنا عشر صوابع وتلاتة يبقوا تلتاشر، يبقى تسعة ناقص ستة تلتاشر. ارسم نقاطًا لتحصل على العدد المكتوب أسفل كل صورة، طب هنا يا ولاد عندنا حداشر. هنا راسم كام هو اولاد راسم ستة فنقول بعد الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر كده رسمنا خمسة رقم ب رقم ب يا اولاد عشرة وهنا راسم تلاتة فنقول بعد التلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبقى رسمنا كام يا اولاد رسمنا سبعة سبعة وتلاتة عشرة طيب اللي رقم ج جايبنا تلاتاشر طيب نعد اللي مدهم لنا واحد اتنين تلاتة اربعة،, اربعة خمسة ستة فنعد بعد الستة نقول سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر, اتناشر، تلاتاشر كده رسبنا سبعة يبقى سبعة وستة تلاتاشر رقم د هنا في رقم د يا أولاد جبنا عشرين وهنا رسم خمسة فنعد بعد الخمسة نقول ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر واثناشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة كده إحنا رسمنا كام يا أولاد رسمنا خمسة نقطة رقم هه هنا أولاد كاتب 12 ورسم لنا 2 يبقى نعيد نرسم كام يا اولاد يعني نرسم 10 فنعد بعد الاثنين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده رسمنا 10 نقط طب هنا يا اولاد رقم واو جبنا 18 راسم من ال 18 يا اولاد كام؟ 9 يبقى نعده بعد التسعه نقوله 10 حداشر اتناشر، تلتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر كده إحنا رسمنا تسعة نقاط. يبقى تسعة وتسعة تمنتاشر نشاط أربعة. احذف من كل صندوق لتحصل على العدد المكتوب أسفل كل صورة كما بالمثال. فهنا أولاد جيبنا المثال بتاعنا ستة. حذف كم هنا اولاد حذف واحد اتنين تلاتة اربعه والباقي يا ايه اولاد سته فهنا اولاد عندنا رقم ا تسعه يبقى احنا نعده تسعه اولاد ونحذف الباقي فنقول واحد اتنين تلاتة اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعه ونحذف يا ايه اولاد نحذف الباقي يبقى كده احنا حذفنا كم حذفنا سته طب نيجي بعد كده اولاد رقم ب هنا يقول لك اتنين يبقى احنا كده عايزين نحذف الباقي ونخلي اتنين بس ادي واحد اتنين ونحذف يا ولاد الباقي طب رقم ج في رقم جيم يا ولاد جبنا 13 يبقى عايزين 13 ونشطب على الباقي فنعد نقول واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره احداشر اتناشر تلاتاشر ونحذف على الاربعه اللي في الاخر هنيجي رقم ج كتب واحد يبقى واحد ونحذف على الباقي ادي واحد ونقول ادي مش عايزين الباقي طب هنا اولاد رقم ه عايز تمانية يبقى نعد تمانية اولاد ونحذف على الباقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده خدنا التمانية ونحذف على ايه باقي التفاح اللي في الصورة نشاط خمسة اختر الإجابة الصحيحة ثم لونها فهنا يا أولاد جيب لك تلاتة زائد تمانية احنا قلنا نبدأ بالرقم الكبير ونعد بعد كده عليه ثلاثة فعندنا التمانية بعد التمانية نطلع ثلاثة على ايدينا ونعده بعد التمانية تسعة عشر احداشر نلون يا أولاد الحداشر ونكتب هنا احداشر طب رقم ب عشرين ناقص تلاتاشر هنبدأ يعني بالرقم الصغير اللي هو التلاتة ونعده على ايدينا لحد ما نوصل للرقم الكبير طبعا نقوله بعد التلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر كده العشر سبعة خلصوا وصلنا عند التلتاشر نكمل يا ولاد بعد التلتاشر 14 15 16 17 18 19 20 كده احنا خدنا 10 صباع يا اولاد وخدنا بعد كده 7 10 و7 17 نكتب هنا يا اولاد 17 ونلون ال17 طب رقم ج 13 زائد 6 هنبدا يعني بالرقم الكبير يا اولاد ونجمع عليه 6 هنحط يعني ال6 نقول 13 نقول 13 ونطلع 6 صباع على ايدينا ونعده بعد ال 13 14 15 16 17 18 19 يبقى 13 زائد 6 19 نكتب 19 ونلون ال 19 رقم د 17 ناقص 4 طب هنا يا اولاد هنبدا بمين؟ بالاربعه ونعد لحد ما نوصل لل17 بعد الاربعه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر. ده احنا خدنا العشر الصباع هنكمل على ايدينا تاني ونفتكر اللي فيه عشرة. بعد الأربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر. كده خدنا ثلاثة، ثلاثة وعشرة تلاتاشر يبقى نكتب هنا تلاتاشر والأول التلاتاشر. يبقى نقول 17 ناقص 4 13 لو هنحلها بالطريقة العادية أولاد نقول 7 ناقص 4 3 والواحد ينزل اللي احنا بنعده بطريقة العد طب هنا أولاد رقم هي 7 زائد 5 طب عندنا السبعة الكبيرة ونطلع 5 على ايدينا فنقول بعد السبعة 8 9 10 11 12 يبقى 7 زائد 5 12 نكتب 12 ونلون 12 تحت عشرين زائد صفر عشرين زائد صفر أولاد الصفر يعني فيش حاجة هي هي العشرين نكتب هنا أولاد عشرين ونظلل هنا أولاد على العشرين نشاط ستة صل كل مسألة بالناتج الخاص بها فهنا أولاد عندنا خمستاشر ناقص تمانية طب ال ناقص 8 يا اولاد هنبدا يعني بالرقم الكي الصغير اللي هو ال ونعد لحد ما نوصل للخمستاشر فنقول بعد التمانية تسعة عشر احداشر 12، تلتاشر اربعتاشر خمستاشر خدنا كام خدنا سبع صوابع يبقى نوصلها برقم سبعة طب هنا اولاد اربعتاشر زائد اربعة يبقى نبدأ بالكبير ونعد اربعة على ايدينا فنقوله بعد عشر، خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر يبقى اربعتاشر زائد اربعة تمنتاشر نوصلها بيهم ستة زائد ستة اتناشر نوصلها بيها تمانية زائد تسعة يبقى نبدأ بالكبير ونطلع تمان صوابع على ايدينا فنقول بعد التسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر 15 16 17 يبقى نوصلها يا اولاد بال نشاط سبعة يقول لك اجمع او اطرح ثم اكتب الناتج في الدائره كما بالمثال هنا يا اولاد مدينا مثال واحد زائد اتنين، ثلاثة كاتب تلاتة هنا يا اولاد في الدائره اللي قد اخر السهم طب المساله اللي جنبها ستة ناقص خمسة نبدا بالرقم اللي هو يا اولاد قلنا احنا في الطرح بالرقم الصغير ونعد لحد ما نوصل الرقم الكبير طب بعد الخمسة ستة بخدنا يا ولاد واحد بنكتب هنا ستة ناقص خمسة واحد طب المسألة اللي بعد كده يا ولاد عندنا أربعة زائد اتنين هنبدأ يعني بالرقم الكبير ونعد على اتنين بعد الأربعة خمسة ستة يبقى نكتب هنا ستة بعد كده يا ولاد عندنا تمانية ناقص خمسة طب هنا يا اولاد نبدا بالرقم الصغير هو الخمسه ونعد على ايدينا لحد ما نوصل للثمانيه فبعد الخمسه سته سبعه ثمانيه يبقى خدنا كده يا اولاد ثلاث صوابع من ايدينا فنكتب هنا يا اولاد ثلاثه. طب نيجي بعد كده ثلاثه زائد اثنين ثلاثه زائد اثنين كام يا اولاد؟ خمسه نكتب هنا خمسه. المساله اللي بعد كده خمسه ناقص واحد يبقى نعد من الواحد نقول يا اولاد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده خدنا أربع صوابع فنقول هنا يا ولاد خمسة ناقص واحد أربعة وبكده ولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهارده أرجو تكونوا استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.